الدفاع المدني بالتعاون مع منظمة هذه حياتي وبنفسج وسيريا للليف حملة الصيف الذي ب 2021 التي تهدف إلى صيانة الأرصفة والشبكة الكهربائية وتركيب كراسي جديدة وصيانة الأشجار. وهذه الحملة تستهدف الكورنيش الجنوبي الغربي بطول 1500 متر، وتكمن أهمية هذه الحملة بأنها المتنفس الوحيد لأهالي مدينة إدلب والمهجرين وأهالي القرى المجاورة لها. نتيجة الضغوط النفسية والمادية والقصف اللي عم يصير على المنطقة وعدم وجود مكان خلينا نقول سياحي أو منتزه للناس، ونتيجة استثمار الحدائق العامة في مدينة إدلب وأصبحت كلها مأجورة، وضعف الوضع المادي لهي السكان صار يجبر الناس أساسا أنه تطلع على هذا الكورنيش، لأنه هذا الكورنيش ممكن ما يكلفهم تكلفة كبيرة، لأنه أساسا إذا يروحوا على هذيك الحدائق راح يكلفهم ألعاب، إذا الولد شاف هاي اللعبة بديلعة وهاي اللعبة بديلعة ممكن تكلفه بين 50-60 ليرة، وبالنسبة للوضع المعيشي في إدلب فهو مبلغ كثير. لهيك هو الكورنيش كان يعني مبادرة كثير حلوة حتى يخفف على هاي الناس من أعباء مادية ونفسية كمان.